متصل منفصل، وفي كل حلقة يتناقشون في قضية أو في موضوع. وأتوقع وقتها هذا المسلسل يمكن صار لأكثر من 10 سنوات، وقتها كان في موضوع الإيمو كان يعني موجود في المجتمع، وبالذات تحديدا المجتمع السعودي. فسوينا هذه الحلقة يعني تكلمنا عنها. يعني مثل ما يعني أقول لك قبل شوية، يعني في أدوار جريئة تتمكنين منها وتوافقين عليها وتقدرين عليها. أي حلو إن الواحد، بس في حدود أكيد. وفي نوعية الجرأة، شنو هالجرأة اللي راح تسوينها؟ يعني يمكن في حلقة سويتها وتكلمت عنها، حلقة ما تخافي من ردة فعل الناس؟ ممكن تكون غاضبة. شوفي الناس في عروسة مثلتيها بعد البوية هم تناقلوها. تناقلوها بس يمكن أكثر الناس ما شافوا الحلقة كلها. أي. فأنا دائما لما أقدم شيء أنا موجودة ومستعدة للمواجهة. لما أنا أقدم مثلا شخصية بنت البوية، لما بطلع في أي مكان، مو شرط حتى في لقاءات، ممكن حتى الناس، لأن أنا أحترم في النهاية ردة فعل جمهوري. ممكن حرمة كبيرة في العمر، بنتها مثلا أنا يعني تحبني وايد وأصير أنا قدوة بالنسبة لها، فأحب أنهم يشوفون الحلقة كلها. يعني أنا المسلسل هذا شخصية البوية لما عملتها، الناس ما شافوا كل المسلسل، ما شافوا الحلول اللي احنا حطيناها، لما راحت حق الدكتور النفسي وشيخ الدين، الامور الدينيه، دور الاسره، كيف تغيير شخصيتها يعني. صحيح. واصلا البويه يعني موجوده، يعني البويه موجوده في مجتمعاتنا أكيد. ومجتمعات برا يعني، واذا كانت في مسلسل ويقدم هذه الحلول، المفروض ان الناس تستانس على هالشيء. ما اتوقع يعني. ان احنا الحين في وقت، احنا اليوم في 2019، فصار في السوشيال ميديا، صاروا حتى العيال الصغار والأهل في يدهم الجوال يشوفون فيه كل شيء. فإذا صار الحين دور الأسرة أنت تكون الرقيب عليهم. يمكن البعض يقول إيش دعوة، يعني الحين تقعد الأم تقعد تفتش تلفون ولدها وتشوف شنو قاعد يشوف. المفروض وإحنا كأعمال وكمسلسلات لما نطرح قضايا نحط هذه القضايا، بس مو لازم حتى إحنا نحط الحلول. أنا مو ملزومة ولا المفروض علي ان انا اقدم عمل واحط الحلول والله حق المشكله وخلاص. هذا كاركتر قدمته، سواء يمثل واقعكم او ما يمثل واقعكم. ودائما الدراما شوي ممكن تكون بشكل اوفر اكثر، ومو شرط انها تمثل الواقع 100% يعني مثل ما يقولون.